السلام عليكم ورحمه الله. كيداير اخوت؟ لاباس عليكم؟ بخير صحه العائله ويرات، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، والله يسر الامور للجميع. تحياتي لكم اخوتي جميعا المتتبعين القناة زهير افري، تحياتي لكم من هذا المنبر. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضاه وان ييسر امورنا. في بعض الاصدقاء في القناه ارسلوا لي يعني ميساج بحال ما هكذا، قال لك الا قدرتي تهضر لينا يوميا. فاش نقول لكم الخوت، غير سمحوا لي، راه قلت لكم في الميساج، ولكن نحاول ان شاء الله قدر المستطاع، لانه تنعرفوا الخوت ظروف المعيشه كل واحد والظروف ديالو تختلف من واحد لواحد، هذا هو اللي كاين. فالا دخلت عند الطيور ديالي واحد المده زمنيه، كاين اللي ما تيدخلش عندهم تقريبا واحد ليومين حتى ثلاث ايام. فكل واحد وظروفه، الله ييسر الامور للجميع، هذا هو اللي كاين. فان شاء الله يعني نقدر نبقى ندير فيديوهات صغار، يعني اش ندير مع الطيور، اش نعطيهم، وهاد الامور هذا هو اللي كاين الخوت. ف يعني اشياء بسيطه، اشياء بسيطه ان شاء الله. نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا في ارزاقنا وان يوفقنا لما يحب ويرضاه، اللهم امين الخوت. فاليوم ان شاء الله، اليوم كما تلاحظوا الخوت عطيتهم يعني مطهر كبدي، راه عطيتهم في المياه كما تلاحظوا المياه هي واقفه عاديه، واليوم حنعطيهم يعني الهندباء، هذا هو اللي كاين الخوت. حاول تغسلها مزيان وتعطيها اليوم، من الاحسن تجيبها في البريه تتكون افضل، هذا هو اللي كاين. الله يرحم البلاد الخوت، راه المطر قليله، المطر قليله هذه الاعوام الاخيره، ما تنساوش من الدعاء. ودائما دائما يعني بنادم يدعي مع بلدان العربيه والاسلاميه جمعاء ان شاء الله. فالمغرب سبحان الله العظيم هذه الاعوام الاخيره كاين هناك جفاف، يعني قله المطر. نسال الله سبحانه وتعالى ان يردنا ردا جميلا الى الدين. فهذا الامر اللي تنشوفه الخوت هو من عند الله سبحانه وتعالى، هو اللي تيتحكم في اي شيء في الكون، الكون دياله هو كذلك. فعلينا الرجوع اليه الى بغينا الاشياء الجميله ان شاء الله. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يرحمنا برحمته، وان يرحم البلاد والعباد، وان يردنا ردا جميلا الى الدين حتى نلقاه، اللهم امين. فاليوم الخوت حندير واحد الخلطه، نهبط الكاميرا شويه. يا بسم الله، هنا الموربد الخوت، كلشي تعرف الموربد. شوف الخوت، كاين بعض الناس اللي سالوني ما هو الموربد، يعني دخل هضرت على هذا الموضوع. هذا الموربد يعني هو يعني بحال قلتي واحد المساله بحال الحبوب المستنبته، هذا هو اللي كاين. انا تنفضل الحبوب المستنبته على هذا، ولكن هذا سهل شيء ما تزيد عليه غير الماء وتتخليه يترقد واحد 20 حتى نصف ساعه وتتعطيه للطيور ديالك تجهز، سهل، هذا هو اللي كاين. عندكم اخوت لهنايا الحبوب اللقاح، حبوب اللقاح ان شاء الله. هذي بنادم يحاول غير نص ملعقه، راه الخوت راه حبوب اللقاح راه صيدليه، والله الا صيدليه، راه غنيه بالبروتين الخوت وبالمعادن وبالفيتامينات والاحماض الامينيه، مقوي مناعه، نقدر نقول لك صيدليه، مكمل غذائي طبيعي، مكمل غذائي طبيعي الخوت. سنعطيه الطيور ديالي دائما الخوت. كاين بعض الطيور اللي تتاكلو سبحان الله العظيم تيشد واحد الحبه، ولكن يعني خصك لابد ديرها لهم في واحد الحاجه اللي تيحبوها، هذا هو اللي كاين. البيض مسلوق تقدر ديرها، الباطي تقدر ديرها،
هذا هو اللي كاين. ونزيد عليهم زيت كبد الحوت، وحتى كذلك حبوب لقاح الحوت راه مفيد للتزاوج، مفيد للتزاوج الحوت للتجهيز. هذا هو اللي كاين الحوت. فحاولوا ما تحرموش الطيور ديالكم. كاين شي اشياء الحوت اللي الطيور تجيهم قاصحه ما يقدرش ياكلها، حاول ما تعطيش الميكس هذاك النهار يومين كاع، راه بز منه ياكل لك هذا الاكل هذا الحوت. هانتوما الحوت هادي نعطيها الاناتي اللي تزقوا الطيور الصغيره، وكذلك يعني وكذلك الطيور بصفه عامه الهاجين والحسون ان شاء الله. نسال الله التوفيق للجميع. هذه بعض الاشياء الخوت، يعني بغيت نتقاسم مع خوتي في القناه. هذا هو اللي كاين. ما تنساوناش من الدعاء ديالكم، والله يوفقنا واياكم لما يحب ويرضاه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا في ارزاقنا، اللهم امين. وكذلك راني عاطيهم الحبوب المستنبته كذلك الخوت، هذه حبوب مستنبته عطيتها لهم في الزيت، راه قربوا يساليوها. وان شاء الله هذا الموربد هذا غنخليه حتى يشرب يعني زيت كبد الحوت، وكذلك ما نعطيهاش لهم دابا، تعطيهم غير الكناري سيد يعني سميتو الزوان بوحدو، هذا هو اللي كاين هاد اليومين هادي باش نوكلهم هادي ان شاء الله. هادشي اللي كاين الخوت. تحياتي لكم جميعا، وبارك الله فيكم على الدعم، الله يجازيكم بخير. الحمد لله كاين اشخاص اللي متابعيني مده ولله الحمد، ودائما تدعموا في هذه القناه، ودائما تشكرونا، وكذلك يعني تدعيو معنا. الحمد لله، والحمد لله هاد الاولى عادي لقاتنا مع اناس طيبين ولله الحمد، ولكن تتلاقينا مع اناس اخرين تاهما كذلك، ولكن الله يهدي ما خلق هادشي اللي كاين الخوت. وتحياتي لكم جميعا، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.